السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى بقناه مطبخي من هولندا. كيف كتشوفوا وصفتنا لهذا اليوم الكبده مشرملة بالطريقه التقليديه، كتجي لذيذه وبنينه وطقيه بواحد الاضافه اللي كتخلي الكبده نتاعنا محافظه على طقوتها، ما كتجيش قاسحه وناشفه في ماكلتها. بسم الله على بركه الله غادي نبداو نوجدوا في الوصفه نتاعنا. اصلا الوصفه نتاعنا ما كتشدش بزاف ديال الوقت، واحد 10 دقائق وتكون بمشيئه الله واجده. عندنا الكبده، الكبده نتاع الغنمي، بعد ما غسلناها بطبيعه الحال، نقيناها مزيان، غسلناها، قطعناها لواحد الاجزاء باش نقدروا نحيدوا من هذوك العيون اللي كيكونوا فيها، او لو هذوك العروق اللي كيكونوا في الكبده نحيدوا منهم الدم. نشفناها، خليناها تستقطع ونشفناها مزيان، صافي كنقطعوها لواحد القطع صغيره. الكميه كتعتمد على حسب عدد افراد الاسره اللي عندكم بطبيعه الحال. انا عندي هنايا واحد جوج تاع القطع نتاع الكبده، عندي الكميه شي شويه كثيره. كنقطعها لواحد القطع، واحد البلوكي صغيرين، ما كنقطعهاش صغيره كاع بزاف وما كنقطعهاش كبيره، يعني واحد القطع كنحاول باش انهم يكونوا متساويين. كندير واحد المقيله، كندير فيها الزيت نباتي، واحد 4 حتى 5 ديال المعالق، كندير فيهم واحد البصيله كيف كتشوفوا، بصيله حتى هي مشلضه. غادي نخلي هذيك البصله خاصها تقلى مزيان حتى تنزل وتطلق الحلاوه نتاعها. كنضيف لها واحد المعلقه صغيره ديال الملح، صافي، وكنخلطها، كنحركها، كنخلي هذيك البصيله تنزل. كنضيف لها الثوم، واحد 3 ضاس نتاع الثوم، يعني الكبده كتحتاج شي شويه نتاع الثوم، شي شويه تكون بزياده، كتخرج لها هذيك اللذه نتاعها، كتواتى معاها. واصلا يعني ما يمكنناش نشرملو لا التشرميله التقليديه بلا ثوم، هذه يعني نهائيا. صافي، بعد ما نزلت البصله تقلات هذيك البصيله مع داك الثوم والملح، كنضيف هذيك الكبده اللي كنسبق لي قلت لكم مغسوله مزيان، منشفاها، ماشي منها هذوك العروق نتاع الدم كاملين محيدهم منها، وكنضيفها على هذيك البصله اللي تقلات مع الثوم والملح، كنحاول كنحركهم باش انهم ينسجموا مع بعضياتهم. كنبدا دابا نتبلها، كندير واحد المعلقه صغيره نتاع القصبة يابس مطحون، كتواتى اللذه نتاعو مع الكبده. بالنسبه للتوابل، يعني الكميه نتاع التوابل بطبيعه الحال على حسب الكميه نتاع الكبده اللي عندكم. زدت واحد المعلقه صغيره نتاع الشطه اولا نتاع السودانيه، ما عنديش حقها بزاف، حتى هي معلقه صغيره عامه، معلقه صغيره عامه مزيان بالتحميره حمراء الحلوه، ومعلقه صغيره عامه كذلك بالكمون. صافي، دابا كنبداو نحركوا هذيك الكبده مع التوابل اللي ضفناهم لها حتى كينسجموا كلهم مع بعضياتهم. عندي الماء هنايا معتدله، الماء ماشي قويه وماشي نازله كاع. المده نتاع الطياب نتاع هذه الوصفه كامله يعني ما كتوصلش واحد ربع ساعه بطبيعه الحال. عندي الكبده طقيه يعني نتاع الغنمي ماشي كبيره بزاف، ما كتشدش مده طويله في الطياب. كيف كتشوفوا ها هما انسجمت الكبده مع هذوك التوابل بعد ما حركناهم كاملين. كنخليها على هذا الماء المعتدله المده نتاع حتى 4 حتى 5 دقائق. من بعد كنضيف عليها مطيشه، عندي هنايا جوج تاع القطع اولا جوج تاع الحبات نتاع مطيشه مقطعين. كتطلق لنا هذيك المطيشه، كتطلق لاصوص نتاعها، وكتزيد حتى هي كتعاون يعني هذيك الكبده باش كتبقى طائيه بطبيعه الحال. كنضيف واحد الفليفله حارة اولا واحد المزيود الا كان عندكم. كنضيف كذلك واحد 3 حتى 4 ديال المعالق نتاع القصبة او المعدنوس مقطعين رقاق، كيعطي واحد النسمه زويونه لهذه الكبده، وكيتواتاو اصلا مع التشرميله التقليديه نتاعنا. صافي، كنحركهم باش ينسجموا هاد العناصر كلهم مع بعضياتهم. باقي لي واحد الاضافه اخيره اللي كتخلي الكبده طقيه وما كتنشفش وما كتجيناش قاسحه في الماكله نتاعها. كنضيف حتى كتطلق لك المطيشه لاصوص نتاعها،
كنضيف واحد المعلقه كبيره نتاع الخل، هي هذه اللي كتخلي الكبده كتبقى طائيه كيف سبق لي وقلت لكم، وكيتواتى هذيك الحموضه نتاع داك الخل مع هاد لاصوص هادي نتاع الكبده، كتجي زوينه بزاف كاع. صافي كنحاكهم، كنخليهم عوده واحد الدقائق واحده اخرى كيف سبق لي وقلت لكم، يعني التوتال نتاع هاد الوصفه كامله ما كتوصلناش لا ما بين التقطاع والتحضير نتاعها واحد ربع ساعه، خصوصا الا كانت عندنا الكبده طائيه. صافي كنخليهم كنخليهم يغليو حتى كينسجموا كلهم مع بعضياتهم، ديك لاصوص طوم ديك المطيشه ديك لاصوص اللي كتلقاها لنا المطيشه حتى هي كتنشف شي شويه، وهالوصفه نتاعنا واجده ما كتشدناش بزاف نتاع الوقت، كتجي لذيذه. الا كانت شي حاجه ما واضحاش في الفيديو بامكانكم باش تكتبوها لي في كومونتير، وانا غادي نعاود نشرحها لكم من جديد. لا عجبتكم الوصفه ديروا لايك، ديروا ابوني لباقي ما درتوهاش، وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. شكرا لكم والسلام عليكم.